محطته الثانية ضمن جولته الثالثة التي تسبق تقديمه إطار عمل للمفاوضات المرتقبة بين الأطراف اليمنية إلى مجلس الأمن خلال النصف الأول من شهر يونيو المقبل. وتتزامن زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء مع تطورات عسكرية على الساحل الغربي للبلاد وسط مؤشرات على عزم القوات الحكومية التقدم باتجاه مدينة الحديدة بهدف استعادتها واستعادة الميناء الأكبر لليمن على ساحل البحر الأحمر. قدم المبعوث الأممي من الرياض لا يلوي على شيء جديد، فلقاؤه بالرئيس عبد الرب منصور هادي لم يتجاوز النقاط ذاتها المتصلة بالمرجعيات وعدم ثقة السلطة الشرعية بالحوثيين الذين أثبتوا طيلة الفترة الماضية عدم رغبتهم في الجنوح إلى السلام باعتبارهم أدوات إيرانية بحسب ما نقل عن الرئيس هادي. حتى هذه اللحظة لم يتضح ما إذا كانت المشاورات التي سيجريها المبعوث الأممي خلال زيارته الثانية من نوعها إلى صنعاء ستشمل أيضا ممثلين عن قيادة المؤتمر الشعبي العام التي يهيمن عليها الحوثيون، في وقت تتعرض قيادة الميليشيا الانقلابية لضغوطات ميدانية ناجمة عن التقدم العسكري للقوات الحكومية المدعومة من التحالف. لكن المراقبين اعتبروا أن زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء تعكس عدم فعالية التقدم العسكري الميداني للقوات الحكومية في الساحل الغربي على الرغم من الضجة الدعائية الكبيرة المقترنة بهذا التقدم. فآخر الأنباء الواردة من هناك تشير إلى توقف القوات الحكومية على مشارف الدريهمي التي لا يزال مركزها خاضع لسيطرة الميليشيا الإنقلابية حتى الآن. ويكتنف الغموض مآلات الصراع الدائري في اليمن حالياً، وعما إذا كان المسار السياسي لا يزال يعد بحلول جدية لهذا الصراع خصوصا بعد تلاشي الخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع الدولي حول مدينة الحديدة ومينائها.